من العراق هنروح لليبيا، وفي مكان بقى مليان بريحة الغرة والورق القديم. مجموعة من المتطوعين الليبيين بيجتمعوا رجال وسيدات حول طاولات في ورشة عمل، وده لترميم المصاحف القديمة أو المصاحف التلفة. تأسست ورشة مزران لسكنة المصحف الشريف في 2006-2007. بالنسبة للدورات يعني تجاوزت 100 158 160 دورين. بالنسبة لصيانة المصاحف يعني نص مليون لعند 600 ألف، يعني بالنسبة للصيانة اللي تمت من تأسيسها لعند الآن من 2006 ل 2000. بالنسبة للإقبال طبعا الناس في يمنح في دورات، أي من هو عنده رغبة في منح الدورات يعطوا في دورات. ونفس الشيء في الصيانة، تقوم بالصيانة في جميع أنواع المصاحف الأغلبية، يعني مصاحف يجي تسليمها من المواطن أو من الزبون نفسه يحطها ونفسه ونصينها له بعد يومين 3 أيام على حسب الدور نتاعه هو، يعني نتاع الازدحام. جاي للورشة أنا عندي مصحف برمما لأنه هو قديم، ولما جيت الحقيقة عن طريق صديقي هو اللي ذني الورشة، جيت أنا وياه وجيت، لما جيت لقيت الشباب يشتغلوا وعمل ممتاز، والمصحف حتى فيه اللي تاع بنات وكذا طلعوهم كأنهم جدد، ومن جميع مناطق ليبيا هم جايينهم باش يجددوا المصاحف ويشتغلوا لوجه الله الكريم، وجزاهم الله خير وربي يزيدهم من التوفيق إن شاء الله. بارك الله فيك، نتشرف احنا بصينتكم.